شيء متناقض انه واحد يشوفه هنا شكل هذه المقصوره اللي استخدمت للانزال على المريخ، بالاضافه الى تليفون غريب، تليفون قديم الشكل جدا. للوهله الاولى يبدو هذا تناقض، لكن واقع الحال هذا عباره عن فون بوث، يعني هي مقصوره التليفون العمومي اللي استخدمت في وقت من الاوقات للدعايه الى برنامج الفضاء مالتهم. فانت رايح تتصل من تليفون موجود بالشارع اللي هو اللي تشوفه امامك، لكن انت واقف مقصوره تشبه شكل المقصوره اللي نزلت على المريخ في وقتها. هذا طبعا يستخدم للدعايه. نفس الشيء هنا، هذا صندوق البريد اللي تشوفه امامنا، هنا شعار مال البريد الامريكي واضح عليه، لكن هو يتخذ شكل واحدة من الشخصيات اللي موجوده في الفيلم الشهير اللي انتج في نهايه السبعينات، ستار وورز او حرب النجوم. فنقدر نشوف انه استخدام تقنيات الفضاء او الاشياء المشابهه لها للدعايه ونشرها بين السكان باستخدام هذه الاشياء.